التبرع بالأعضاء بالعكس شيء جميل وشيء يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وفي يوم من الأيام يمكن الواحد سبحان الله يحتاج هالشيء، فبالعكس شيء جميل اللي قادر انه يعطي بيلقى أكيد. بتبرع بالأعضاء وإن شاء الله أنه أنا من أول متبرعين في عن طريق التطبيق توكلنا. رسالتي رسالة إنسانية، أولا أنك حتنقذ شخص مسكين محتاج، له أم له أب ولها أخوان بيدعوا لك طول حياتهم، والشخص هذا حيدعي لك طول حياته، وأنت يعني قدر الله وما شاء فعل عليك صار لك حادث مت سريريا، يعني احتسب الأجر عند الله. موضوع يحتاج الوعي أكثر في مجتمعنا لأن فيها إنقاذ الحياة بشر، فأنا جدا مع هالموضوع يعني. وفي أتذكر في شيء في أتوكلنا في تبرع الأعضاء أنا مشتركة فيه. إذا كبرت أتبرع بأعضائي عشان تساعد الناس المحتاجين، عشان يرجعون عائلاتهم يكونون سعيدين في حياتهم وعائلاتهم تكون سعيدة. الوعي يحتم علينا حنا بالذات كمسلمين إن هذه رسالة أنت مأجور عليها، حتى لو لا سمح الله أكلت عمرك وصلت 120 وتوفاك الله وفاة طبيعية أنت كسبت أجر بهذا، فيجب أن نزرع القدوة ونوزع هذه الرسالة بين الأمم الأخرى، نريهم عظمة الإسلام ورسالة الإسلام السامية. التبرع بالأعضاء أجازته كل الدول الإسلامية. أولا أشكر المملكة العربية السعودية على جهودها من قديم الزمان وإنشاء جمعيات خيرية كثير من ضمنها التبرع بالأعضاء، وأنا كنت أحد المشاركين في الجمعية. نحن كيف نتبرع؟ كيف نحن يعني ننقذ إنسان بعد طولة العمر بعد الممات؟ فهذا شيء أتمناه أنا وترى أتمناه غيري بعد.